السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني، اخباركم ايه؟ احلى متابعين في الدنيا، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى يا حبيب قلبي هنعمل حاجة برضو ونزلنا بيها قبل كده كم مرة. احنا دلوقتي في فصل الشتاء، الخس المحلاوي جميل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بغسله وبنضفه. نزلنا بيه فيديو قبل كده وما برضاش اقسمها غير على الاكل بس عشان ما ينشفش، وبعمل الورق زي ما انتم شايفين كده، بسويه كده بالشكل ده وبحطه في ميه بس بشويه ملح. ومعايا بطايه اهيت الحاجه مديها لنا، هنسلقها. وقطعنا الخضره اهوت والبصل اهوت، هنعمل التخديعه بتاعه المحشي. وهننزل بالبطايه اهوت الميه غلت زي ما انتم شايفين يا حبايبي. البصله خدت اللون كده، هنزل عليها بقى بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. البطايه ما شاء الله بتغلي اهيت، الشوربة بتاعها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يا دوبك بس يشم النار، يشم النار بس ويطلع على طول اهو، لان هو اصلا يعني الورقة رقيقة جدا. حطوا طبعا البرطة ما شاء الله تبارك الله استوت، شايفين الشوربة بتاعها جميلة ما شاء الله تبارك الله. بس بيشم المية كده السخنة واطلعه على طول، نار هادية خالص. ريحة طلع جميلة جدا. بعد ما حطينا الفلفل والكمون، الكزبرة الناشفة، بهارات المحشي، شوية كزبرة، قلبوا شوية كده. احنا ما شاء الله مش مكترين، عاملين 3 مجات بس من الرز. مش عايزة اقول لكم ما شاء الله تبارك الله ريحة جميلة جدا. هنفضي بقى الخضره اللي احنا مخرطينها بالشكل ده، ونبدا نقلب كله في بعضه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ونبدا بقى نلف في الحله بتاعتنا. خلاص يا بنتي، اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. هعمل نص الكميه بس عشان ما تبقاش كتيره، وهنبقى في الفريزر نبقى نعمله مره تانية ان شاء الله زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي البطاطا بتاعتنا ما شاء الله استوت اهي، هناخد بقى من عليها نزود الشوربه المحشي. عاملين يا دوبك على قد الغدا بس ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان بس نصفيها، ما فيش حاجه من الخضار اللي احنا حاطينه تنزل على المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده، يا دوبك بس الشوربه تغطيه. انتوا شايفين يا حبايب بحط طبق صغير كده عشان بس المحشي ما يفككش من بعضه، طبق صغير كده زي ما انتوا شايفين كده فوق المحشي، وغطيه واسيبه مع نفسه. اول ما يغلي بوطي النار بس ان شاء الله تبارك الله. يا حبايب قالوا ده الشكل النهائي للمحشي بعد ما استوي ان شاء الله. شايفين تبارك الله، اللهم صل على سيدنا اهو، حاجه ما شاء الله زبده. فضلوا معانا بقى عليكم وعلينا بألف هنا وشفا. واللي ما اشترك لناش في القناه يشترك لنا في القناه. الى اللقاء، فيديو اخر، ودمتم في امان الله.